صباح النور، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم والله العظيم، توحشتكم كيف ما نتوما توحشوني، حتى انا توحشتكم بزاف بزاف بزاف. شكرا، اش نقول لكم؟ الف شكر لكم على الفيديو اللي قلت لكم راه القناه كتسينيالا واحد الكميه هائله من التعاليق الزوينه. اللي اش نقول لكم، كان ديك الساعات مقلقه، كاين اللي شفت التعليق ديالو ودموعي دازو، كاين اللي شفت التعليق ديالو كنبقى كنتبسم وكنكتب لكم، وراه جاوبتكم كاملين ابار الناس اللي كتبوا البارح، يمكن مازال ما جاوبتهمش ولكن غنجاوبكم. وخليت لكم كلكم القلوبه، شكرا لكم، الله يكبر بكم، الله يخليكم ليا، كنحمق عليكم والهلا يخطيكم عليا، ونبيكم انا كاينه، وبيكم انا غادي نزيد القدام، وبيكم غادي القناه ديالنا غادي ان شاء الله غادي تكبر. كاين الناس اللي اقترحوا عليا، قالوا لي بما ان هذه القناه تعرضت للسينيال ديري قناه اخرى باش نلقاوك. ان شاء الله الا قديت نديرها راه نحطها لكم، باش لمشات هذه تبقى هذه. مهم هذه مازال ما هذه النقطه هذه من بعد نهضروا فيها. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واو صعصع خرج لنا هاد الايام بالفيديوهات، مره كيبكي مره كيشكي مره كيقول لنا ها هو، مره كيقول لنا ولادي، مره مهم كل مره السيد مسكين تالف. المهم غنهضروا عليه شي شويه. الفيديو غنهضروا على الفيديو اللي كان كيبكي فيه هو وبنته. انا خويا اكس ما شفتش دموعك، درتي ديك وجمعتيهم. انا كنعرف اللي باغي ولادو، اللي باغي ولادو ما كيبكيش عليهم في اليوتيوب، كيمشي لعندهم لدارهم وكيهزهم، لان بزمن سعاد تشوف ولادك. واخا تقول لك لا راه عندها ما عندهاش الحق تقول لك لا، انا كنقولها سعاد من هنا، هي راه استحاله تقولها لك، وحتى لا قالتها راه بزمنها غتشوفهم. دابا تمشي وانت مزوجين وماشي مطلقين، طلع وتشوف وليداتك وتجمع معاهم وتخرجهم ولا داعي انك تبقى تخرج. دابا المتطلب ديالها هي اللي ما فهمتيش انت، هو ما بقاتش بغات هاد التجاره في اليوتيوب. واش فهمتي كيفاش انت بغيتي تتكلم وبغيتي ولادك وبغيتي الصداع وبغيتي مرتك وكتهضر على العيد الكبير؟ انا بان ليا كيهمك العيد الكبير وهادشي كله، باغي انت كتقلب مازال على المشاهدات، لان كنت حسنتي وفهمتي انك غلط ما غاديش تزيد مرتك. البارح خارجه في داك الفيديو كتهضر وكتقول لها انا ما غتفرقني انا وراجلي غير الموت، وانت كتكذبي وانت كديري وانت هادي وانت هادي. لحد الان باقي ما فهمتيش الميساج ديال سعاد. في الاول كنتي كتهم الصحابات، تهمتيني انا بشكل رسمي ياك، الوغ كو انا ساكنه بعيده عليها مع 300 كيلومتر. شي شويه اتهمتي، المهم اتهمتيني انا، حيت البنت ديالك هي اللي اتهمت كوثر. المهم انا اتهمتيني انت بالمباشر. شي شويه قلتي دابا يوسف الزروالي، دابا وليتي كتهضر على يوسف الزروالي، شديتي في يوسف الزروالي لان قناته طالعه، شتو الذكاء ديالو كيدير. هو راه واخا مسكين مسيطرات ليه السريعه على مخه، حيت هو مسكين المخ ديالو منحوس، ولكن راه ذكي. شد في الزروالي دابا وقال لك يوسف الزروالي. دابا بغيت نسولك، انت انسان ما بغيتيش تصلح من نفسك، عينا نهضروا معاك. والنهار اللي اتصلت بك انا راه اتصلت بك باش نعطيك غير نصائح، وما كنتش بغيت الفضائح اللي خرجوا دابا، اللي بنتك خرجات وكتقول تهمت امها بالعلاقه هذه وهذه وهذه، وبلا ما نبقاو نعاودوا وهاد الشهاده ديال السخط كنت انا بغيت نيفيتي. علاش؟ لان كتهمني البنت، كنقول باقا صغيره الله يحسن العوان، يعني الانسان تحت من 20 عام كيكون طايش، كيكون حمق، كيكون هبيل، كيكون بزاف ديال الحوايج. انت ما بغيتيش يربطني بك حتى حوار، لان انت ما كيهمكش داك الشيء هذاك، كيهمك هاد الشيء هذاك انت بغيتيه يخرج باش تطلع مسلسل، باش دير مشروع كيف ما قلتي، كيف ما قالوا القنوات، وانت بينتي لنا على انك غادي ديرو. اذا انت كيهمك المال وما كيهمكش اعراض ولادك، ما كيهمكش الشرف ديالك، ما كيهمش السمعه ديالك. وفين كتلقي اللومه؟ كتلقي اللومه مره على صحباتها، مره على عائلتها، مره على عليها، مره على يوسف الزروالي، كل مره كتلقي الملامه على واحد. ولكن كون جلستي مع داك الرويس ديالك، داك الراس ديالك، كون جلستي معاه وقلتي لي اجي يا راسي، اجي راسي نعاود ليك، وجلستي معاه وتحتتي معاه ودرتي، غتعرف اخطائك منك ومن هادوك العيالات اللي دايرين بك. السريعه وصلاتك لواحد النقطه. دابا انت كتهم الناس كاملين وكتسحب لك، كتقول انا هاد السيده فضل ديالها عليا كبير. انا ما كرهتش هاد الفيديو تشوفو، تصمت ليه وتعطى دماغك. السريعه يلاه جاتي دير 4 شهور، السريعه مازال خربات لك صورتك مع المغاربه، لان خرجاتك مره كتعير، مره كتبرى من ولادك كتقول خليهم ربحي بها عطيتهم لك، مره كتعير الام ديالهم، مره كتعير المغاربه كتقول لهم ندير امكم، كل مره واش يعني السريعه هذا بك الهاويه. الا درتي شي حاجه درتيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل ديال المتتبعين، وبفضل ديال سعاد، لان هي واحبابها وعائلتها وكلهم عندهم قنوات. انت لا،
ما شفتيش هادشي كله، شفتي غير السريعه. علاش؟ لان هي كدير الاثاره كيف ما قالت لك، هي المثيره للجدل، كدير الاثاره وكدير الفضيحه وكدير الشهره. وهي جات من النهار الاول عندها مخطط انها دير قناه ونتحداك، نتحداك على ديك السيده. ما كانش الهدف ديالها الاول والاخير انها دير قناه، لان انسانه كيف ما كتقول هي انا مرت الاب ومرت الاب دائما مشوهه، وعلاش ما تفهموا علاقه مرت الاب مع البنت مزيانه، انا كسبت منهم بالمحبه. اجي نقول لك، اجي عطيني وديناتك، ما كسبتيهمش بالمحبه. المراهقات الا بغينا نكسبهم بالمحبه ما نزيدوش، نقول ما غاديش تزيدوهم في السوشيال ميديا يهضروا على امهم وتهضري على امهم، تقول لها حوايجك مقطعين، تقول عليها مشعوذه، تعيريها، تسبيها، تزيدي البنت، او تهضري في السوشيال ميديا. الا كنتي كتحبيهم المحبه خليها خارج الكاميرا باش ما تجرحيش مرا، لان هي مرا وانت مرا. المحبه خليها بعيده على الكاميرا، ما تخرجيش تكلاشي الام ديالهم. الاسئله اللي غادي تجبد تحرق واحد الام، تحرق ليها قلبها، وكنشوف ان بنتها مخاصمه معاها، انا غنيفيتيهم، نقول لها لا اختي الفيديو ما نديروش. هذه زوجة الاب الصالحه، ماشي هي انت هي اللي كتخرجي كتزيدي البنت وتقولي حقا ما كنزيداش، انا كسبتهم بالمحبه. اي نعم كسبتيهم بالمحبه باش ديري بلاصتك باش تبقاي، لان انت حامقه على تبقاي معاهم. لقيتي معيشه احسن من المعيشه اللي كنتي عايشاها، لقيتي المهم بديتي كتسافري، بديتي كتخرجي، بديتي كتحقق في احلامك. كيف ما قلتي ما كنتيش كديري الميك اب، دابا وليتي شعارك الميك اب. ولكن احترمي ان واحد الام ما بغاش بناتها يعكروا، ما بغاتش بناتها يديروا الميك اب. انا مثلا بغيت بنتي يديرهم، هي ما بغاتش بنتها ديرهم، هذا بغى يدير، هذا ما بغاش يدير. حتى من الراي ديال الاخر، وخرجي راسك من المشاكل والعيب والعار علينا لا شي واحد خرج وهضر عليك وهاجمك. ولكن انت كتهاجميها في الكوليس، في الكواليس كتهاجميها، كديري شي حوايج اللي خطيرين، وراك شاف عليهم يوسف الزروالي. انا ما غاديش نقدر نقولهم، المهم راك شاف عليهم يوسف الزروالي، وهو صوته مسموع اكثر مني من طبيعه الحال، مع احترامي ليه وتحياتي ليه من هذا الفيديو هذا. انتي كديري شي حوايج اللي خطيرين 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 خطيرين، يعني كتحاربيها بشتى الطرق ياك، وخارجه لعندنا حنا في السوشيال ميديا وكتقولي لها يا المشعوذه. السيده واحد النهار مرتي اتصلت بيك قالت لك تهلاي في راسك وردي البال وهادي وهاديك، تهضر معاك بحسن نيه، خرجتي كتقول لها عطيني التقار، وكيفاش بغيتينا ما نهضروش عليك، وكيفاش ما بغيتيناش نهاجموك. حنا ما كندافعوش على سعاد ولا كيف ما قال راجل الكلاب المنتدى اللي حنا بزاف عليه، لان عندنا الكرامه ديالنا. لا، حنا كنهضروا على سعاد الام المغربيه او الام العربيه اللي ما بغوش نشوفوها مهانه، ما بغوش نشوفوها كتمرمد وحنا جالسين، لان القضيه ما بقاش قضيه عاديه، القضيه فيها العقوق، عقوق الوالدين. عرفتي شنو العقوق؟ باش البنت قد هكاك تخرج وتضرب فمها وما خلات ما قالت، واصاحبتي وانا واخا تلقى السماء على الارض ما نتصاحبش ما نتصالحش معاها، او كتقول ليها اتهمها بشي حوايج اللي خطيرين، لابغ اننا مغاربه ولا عرب ولا مسلم، حنا مسلمين ما نبغيوش هادشي هذا يخرج. ماشي اللي ماشي مسلمين كفار وما يديروش هادشي هذا، ما يخرجوش البنت، ما تخرج كافره كافره ولا شافت البنت كتهضر مع امها هكاك وتقول لها لا مسحي هذا الفيديو، انت ما عندكش العقل، تدري عقلك تترتاحي وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتجلسي. ولكن انت جلستي معاها وكتبيسيني مع راساتك، كتعومي في لابيسين وكتكتشفي في الحياه، كديكوفري انت في الحياه، ومخليه البنت تحط هذاك الفيديو. علاش؟ لان قدم ما البنت حقدت على امها، قدم ما انت كتاخدي المكانه ديالك، قدم ما انت كتامني، قدم ما انت كتاخدي بلاصتك، قدم ما كتقولي انا غنبقى معاهم، لان انت عارفه الركيزه ديال ديك الدار هي البنت الكبيره، دونك انت شاده في البنت الكبيره، شدت العمى في الظلمه. انت تقدري تخاصمي معاه وما تخاصميش مع البنت الكبيره، لان فهمتي انها هي كلشي. وهنا حنا هادشي كله ماشي ضدهم، تحاوليش بقيت تكذبي على المغاربه، المغاربه راه شعب ذكي. لا كذبتي على داك السيد مسكين التفكير ديالو على قدو وضغطتي عليه وسيطرتي ليه على المخ، ما غتسيطريش علينا حنا. انت اللي خارجه كتبرئي راسك وكتقولي كتقولي انا الا كانت المحبه هكا انا كنتهلا فيهم، انا كنديرو نتوما كتلوموني. لا حنا ما كنلوموكش على المحبه، المحبه راه كتاخدي بها بلاصتك، راه كديري انت ما كديري حتى حاجه فابور، حتى حاجه ما كديريها فابور. المحبه كديريها هكاك باش كتكسبي القلوب ديالهم، باش كضربي مره اخرى، باش كتشدي بلاصتك، لان انت انسانه انانيه مريضه نرجسيه. نطي كنتي كتفرجي فيهم وشفتي العلاقه ديالو بولادو، شفتي الحنان ديالو، شفتي المحبه ديالو لمرتو، شفتيه كيبكي على مرتو، نطي قلتي وهذا عنده مدخول مداخيل، عرفتي المداخيل ديال هذا،
نطي شنو درتي، مشيتي عيطتي ليه 5 د السوايع لصقتي. كون كنتي انسانه كيف ما كتداعي طيبه وكتبغي الخير وكتبغي البنات وكتبغي هذه، كل ملي شفتيهم ما تلصقيش فيه، ما تجوجيش بيه. علاش؟ تقولي دوك البنات محتاجين تهضري معاه، تهضري معاه، تقولي ليه هادوك البنات محتاجينك انت والام ديالهم وسيروج مع ولادكم فقط، فهمتي؟ ولكن انت وحنا ما نبقاوش نلومو، راه حتى هو خطير جدا، لانه هو كل مره وعاوتاني خارج فيديو اخر ما بقيتش قدرت نتفرج فيهم، لان العطله هذه انا خصني نفوج، خصني نخرج، خصني نمارس حياتي اليوميه. ما يمكنش لي انا نبقى نتفرج في التفاهه، عييت منها. هو خارج عاوتاني بالبنت الصغيره حاطه، ما تفرجتش لي في الفيديو، لان عاوتاني غيبقى هذا الفيلم طويل، وهنا شكون اللي كياكل العصا؟ كياكل العصا سعاد. وفي الاخر نقولوا اجير العيد الكبير اللي حقا خصنا نجمعوا هذا الشيء هذا، وحشومه العيد ونجمعوا الوليدات، نضربك ونقتلك ونخشي فيك موس، ونزيد لمراتي تصبنك اللي هي درتك، ونزيد امي تعطيك، ونزيد بنتك تعطيك، وفي الاخر نقولوا العيد ونعلي الشيطان والعيد هذا، ومتقيش مع الصحابات. مره كتهمها بالصحابات، مره كتهمها بيوسف الزروالي، مره كتهمها بعائلتها، كل مره كدير طوغ على واحد. واش انا مثلا اللي هضرتي عليا ايها ما عطاش؟ واش انا اللي دويتي عليا كنت كنعرف هذه 20 عام فاش 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 قلتي كانت عندك معها مشاكل؟ واش انا كنت كنعرفها فاش طلقت منك هذه عام ونص؟ انا يلاه عرفت هذه 5 شهور وانا ساكنه في مدينه وهي في مدينه، سمعتيني؟ وانا ما مسليش راسي باش نبقى النهار كله الو شنو درتي، الو قولي ليه، الو ديري ليه كما كتقول انت، كيسحب لك انا واش كنتحكم فيها. سعاد عندها شخصيتها، وانت اللي ما قدرتيش تفهموا ان سعاد تبعوا معاها ناس اخصائيين اللي وصلوها لديك القوه الشخصيه، لان السيده كانت غاده في العمى، وكانت غاده نتوما كتاجروا بها وكتضربوها وكتديروا لها في المخططات وهي معميه العينين. جاوا الناس الحمد لله اخصائيين، تحيه لهم، قراو على هذا الدومين هذا، قراو هذا الشيء هذا، ماشي بحال السريعه تدعي الثقافه، قراو عليه وحاولوا يخرجوها من داك الاكتئاب وصافي تقوات لها الشخصيه ديالها. دونك ملي كنبغيو نعالجو نفسنا ما كنبقاوش نسبو اي حاجه في الاخر، هذاك لا هذيك، هذه دارت لي، هذه فعلت لي، هذه ضربتني بالعين، هذه هضرت عليا، هذه ما عاد سحرت لي، هذه داقات لي. لا، سير عالج نفسك، بدا براسك، وملي تبدا براسك وتنسى الناس غتكون تقوى الشخصيه ديالك. هذه نصيحه ليا منك واخا انا صغار منك، صافي. هذا هو، نقول لكم احبابي شكرا لكم، شكرا للتعليق ديالكم، شكرا للدعم ديالكم، كنحمق عليكم وكنبغيكم. الفيديو الجاي غنهضروا على عقوق الوالدين، وحده خرجت لنا عاوتاني في السوشيال ميديا كتضرب في الام ديالها وكتهضر على الام ديالها، ونوضت واحد الكارثه في هاد العشر الاواخر اللي كيكونوا ديال قبل العيد الكبير. راكم عارفين الناس كيصوموا واللي كيصلي تبارك الله ما شاء الله، اللي في الحج والسيده خارجه، غنحاربوا هاد الشيء هذا ونبقاو نهضروا عليه. وصراحه انا الانتقاد ما كانش عندي معاه، وكنت ديما كنقول لكم انا ماشي منتقده، ولكن لقينا ان هاد اليوتيوب المغربي توسخ بزاف وخاصنا نفيقوا، كل واحد خصنا نفيقوه ونعطيو الراي ديالنا بكل حكمه وبكل صراحه وبكل بساطه. وغنقول لكم شكرا لكم، ممكن نحمق عليكم، ما تنساوش ديالي لايك 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 والبارطاج، ولا كنتي مازال ما تابونيتيش تابوني الحبيبه ديالي باش يوصلك كل ما هو جديد.